السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبيبي، عاملين ايه؟ النهاردة معانا كفتة بانيه. هنجيب صدور فراخ بانيه طبعا، وهنفرمها في الخلاط، وهنجيب بصل نفرمه برضو ناعم بالمبشرة أو في الكبة، ونجيب فصين توم وقرن فلفل ونفرمهم كويس برضو، وبهارات فلفل اسمر وكزبرة وتوم باودر وبصل باودر، ونحط كل دول على بعض. نحط الاول البصل على البانيه ونعجن كويس، لما يندمجوا مع بعض نحط الفيجيتار. ونسيت اقول لكم على الفيجيتار برضو، نحط الفيجيتار لما يندمجوا مع بعض كويس قوي قوي. هنحط البهارات ونفضل نعجن طبعا لغاية ما تبقى عجينة يعني متماسكة. بعد كده هنجيب معلقة قديمة، وهنحط كمان، نسيت اقول لكم، انا كنت عاملة معاكو قبل كده اللي هو الفلفل الاحمر. انا كنت عاملاه معاكم هريسة باردة تتحط على جميع انواع المأكولات، وانا حطيت منها شوية هنا، بس ما حطيتش ملح في الاول مع البانيه، عشان اصلا الهريسة فيها ملح وكمان الفيجيتار فيه ملح. هنحط منها شوية كده ونعجن ونعجن نعجن ونشكلها صوابع، وهنرصها في الحلة، في قصدي في الصينية. هنولع الفرن ونجيب الصينية بتاع الفرن ونرصها في الفرن. بعد ما هنرصها في الفرن طبعا هتبقى هي مجوفة من جوه، عشان عملناها بالمعلقة، صبعناها بالمعلقة وهي مجوفة من جوه، هتبقى مقرمشة من بره ومجوفة من جوه، وتبقى حلوة جدا. بعد كده هنطلعها من الفرن وهنرصها في صينية. انا بقول لكم بسرعة، بسجل بصوتي لان الصوت بتاع الفيديو الاصلي كان في مشكلة في التليفون، فما سجلش، يعني سجل صورة بس، فانا بسجل لكم، معلش صوتي تعبان لان انا عندي برد. فنصبعها وهنجيب صينية ندهنها زيت، هنرصها في الصينية. انا بقول لكم ممكن ما كنتش ماشي مع ترتيب الفيديو، بس انا بقول لكم بصوتي، وانتوا كملوا بقى الفيديو، ايه، اتفرجوا عليه للاخر، هتشوفوا الخطوات اللي انا بشرحها في نفس الفيديو مشروحة ان شاء الله. دلوقتي احنا هنرصها في صينية وهندخلها الفرن. بعد ما هنطلعها ان شاء الله من الفرن، احنا هنرصها في صينية برضو، هنحط في النص طبق، نكون مسخنين فحمة، هنحط في النص طبق ونحط فيه الفحمة. وبعد كده عفوا معلش صوتي واجعني، بعد كده هنحط الفحمة ونغطي عليها كويس قوي قوي قوي، وبعد كده هنغرفها بقى، ما تتبخر بقى، هنغرفها في طبق التقديم. وبعد كده طبق التقديم نفسه جنبه طبق بطاطس مسلوقة ومقطعها شرايح رفيعة ومحمرة، ده عشان طبعا ما تاخدش زيت كتير. وهنحط معاها مخلل بدنجان، انا عملته برضو من الهريسة بتاع الفلفل اللي انا عاملاه، الفلفل البارد، وعملت الهريسة وحطيتها معاها، وبقت يعني وجبة متكاملة. وبألف هنا ممكن نعمل معاها سلطة، ممكن ناكلها بعيش على حسب رغبتكم انتوا. وبألف هنا وشفا، والله اللي يعجبه الفيديو ويشوفه ويعجبه يدوس سبسكرايب ولايك وشير، واي حاجة في الكومنتات اسألونا عليها. ومعلش هو الفيديو ده الصوت فيه عامل كده، معلش بقى، هو غصب عني والله. واتمنى لكم مشاهدة ممتعة يا رب، واسيبكم على خير ومع الف الف سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبيبي، عاملين ايه؟ النهاردة معانا كفتة بانيه. هنجيب صدور فراخ بانيه طبعا، وهنفرمها في الخلاط، وهنجيب بصل نفرمه برضو ناعم بالمبشرة أو في الكبة،
ونجيب فصين ثوم وقرن فلفل ونفرمهم كويس برضو، وبهارات فلفل اسمر وكزبرة وثوم بودر وبصل بودر، ونحط كوب